السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى معايا ريفيو عن الكبة الجوكر. طبعا الكبة دي قلبة الفيسبوك، شفتها على الفيسبوك وعجبتني جدا. نشوف محتواها بقى من جوه. هنا ده السلاح اللي هو بنفرم بيه اللحمة زي ما انتوا شايفين، ومتركب ليه جراب عشان ما يعورش حد. لما اخلص ابقى اركب له الجراب واشيله. وده الكاوتش اللي بيتركب في الوعاء عشان وانت بتضربي اي حاجه ما يتحركش، يثبته. بيتركب بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. انا عجبتني الكبه جدا ان الشفشه بتاعها استانلس، يعني مش ازاز ولا باغ، يعني لو وقع مني ولا حاجه مش هيتكسر ولا يشرخ زي الباغ او الازاز. عجبني اول الاستانلس، كان في منها الازاز بس انا طول عايزه الاستانلس. تمام. وده الغطا بتاعها اهو. طبعا هنركب السلاح بالمنظر ده كده، وبعد كده هنركب الغطا ده. هي دي الماني، صنع الماني زي ما انتم شايفين. نشوف الموتور بتاعها. هي عباره عن 2 سرعه، اهي زي ما انتم شايفين، اهي 2 سرعه. هي ليها بقى تركيبة معينة لازم تثبت بالمنظر ده كده، وليها 2 سرعة زي ما انتوا دي كده سرعة اولى وسرعة تانية. تمام. وهقول لكم سعرها كام، جبته بكام. هنشوف ايه تاني موجود. في بقى قطعتين انا مش عارفة هما بتوع ايه بصراحة، يعني انا محتارة. لو حد عارف، متهيألي دي عجين، متهيألي دي عجين صح. والتانية دي بقى ايه بقى، خضروات ولا ايه؟ مش عارفة، حتى سألته وانا بشتريها بقوله دي بتاعت ايه، قال لي مش عارف. لو حد عارف دي بتاعت ايه بيقول لي. دي متهيألي عجين، متهيألي يعني. تمام. وطبعا معها الضمان بتاعها والديالوج بتاعها اهو. ده الضمان، ضمان سنة. ده الديالوج بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين. بتفرم اللحمة والفراخ والخضروات. انا عايزة اعرف السلاحين التانيين بتوع ايه بصراحة، مش عارفة خالص. بس هنا انا شفت واحد منهم مع التوم، معقولة يكون بتاع التوم ده السلاح ده، معقولة يكون بتاع التوم. تمام. يعني معقولة ان هي البلاستيكة دي هتفرم التوم. هجرب، لو حد عارف هي بتاعت ايه يقول لي في الكومنت. تمام. بس بجد عجبني جدا الكبة، عجبتني جدا قوي لما شفت الاعلان بتاعها وقلت ان انا هجيبها، والحمد لله انا جبتها. انا جبتها سعرها عامل معايا 750 جنيه، جبتها ب 750. تمام. والضمان بتاعها سنة اهي. السلاح ده عايز اعرف بتاع ايه وده بتاع ايه. بس احلى حاجة ان الشفشق بتاعها استانلس، عجبني جدا ان الشفشق بتاعها استانلس، انه ما يقعش منك ولا يتكسر بقى ولا يشرخ. وده الفيديو بتاعنا كان بسيط النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.